المغربي كيبقى يدوس البلاد يبقى يجلس في كشافة التوسيع مع التقاسيم هذه تظاهر التقاسيم تفاقس هناك مع التعاون مع بلدية تفاقس في إطار برنامج وطني لتحسيس الفرد الانتقائي من المصدر. اخترنا أنه نعمل النشاط هذايا اليوم بالتعاون معهم هما وفيه مجموعة من الماراثونات لأنه الكلمة اللي تقالت في الاجتماعات أنه يحبنا ماراثون باش نعمل فرد الانتقائي من المصدر. دونك اخترنا قلنا هذا النوع من الماراثونات سواء كان ماراثون درجات وموش ماراثون تعدوا لكن متنافس بيناتهم لكن هو ماراثون من أجل أنهم يدفعوا على الديار ويعملوا لهم حملة مناصرة باش يقولوا لهم على الفرد الانتقائي واللي لازم يكون فرد انتقائي وياخذوا من عنده فيديوهات باش يحاولوا على انهم يتاثروا بالناس الاخرين. كيف عملها ماراثون العدو اللي هو يدل على انه ثم جهد كبير في العمل تاع الفرد الانتقائي. كيف عملها ماراثون العاب وين ثم مجموعات تكون ما بين 8 و 10 من الناس فباش مجموعه مش تتجول في البلاد العربي باش تلعب العاب اللي فيه في نفس الوقت عندها مجموعه من كيس باش يهز الفضلات والتري وجميع الديفي وجميع الالعاب هما يرمزوا للفرد الانتقائي من المصدر. حاجه اخرى اللي هو ماراثون الافكار وين ثم مجموعه من الشباب والشابات اللي هما مش يقعدوا مع بعضهم مش يفكروا حول مبادرات مجتمعيه كشفت تونسي عن الخطوه الاولى اللي هي التحسيس ودورنا هوني تحسيسي لكن المفيد انه الناس تفكر في مبادرات كيفاش تطور النظام هذا نتاع فرد الانتقائي من المصدر. عندنا روادنا الكبار قلنا لهم اعطيونا ماكلات باقل موارد حاولوا انكم تعطينا ماكلات باقل موارد اكيد رينا الشعير ورينا القشره ورينا كل شيء وهذوما الماكلات اللي حابين نرجعوا فلاش باك بالتوالي كيفاش كانوا جدودنا يتعاملوا مع الموضوع هذايا حتى الالات واللوازم اللي جابوها كيفاش كانوا يتعاملوا التريتمون ديال الشيء نتاعهم هما بالطرق التقليديه نتاعهم هما. ثم مشينا جبنا العصافير قلنا لهم عملوا احتفال وحاولوا انكم تنشطوا الحفله هذيا للي سبب باش نحسوا الناس انه راهو الشيء اللي قاعدين نعملوه من اجل الصغار نتاعنا. العصافير هذوما هما اللي باش يقدموا الجوائز ان شاء الله في قادم الاوقات ان شاء الله في وسط الحفله هذيا وهما اللي باش يوريو للناس ان شاء الله انه الشيء اللي قاعد يتعمل هذيا راهو ليهم هما والشيء هذيا راهو للاجيال القادمه. شكرا لكم ان شاء الله على الحضور وشكرا على متابعتكم للانشطه الكشافيه.